1000 مخبز سواء تمويني او افرنجي او سياحي. ولا يمكن ولكن تعرف تراقبهم. لا، هقول لحضرتك حاجه، بنعمل تدقيق لهذا لا، البيان. 56000 عندك عند حضرتك 56000 واحد يروحوا كل مخبز؟ لا لا لا، ما انا جاي لحضرتك في الكلام. ان 56000 دول على قواعد بيانات السجل التجاري، والحقيقه بنعمل تدقيق لان هناك سجلات تجاريه الحقيقه لم يتم تحديثها من قبل اصحابها. فبيتم استبعادها، فانا اتصور ان الرقم ده هينزل. المخابز التموينيه عندنا من 30 ل 32000 مخبز تموين. نعم. وانا بتصور يعني بناء على ما توفر الي من بيانات ان المخابز الحره سواء سياحيه او افرنجيه هتكون في رينج 7000 مخبز تقريبا. فانا بقول هناك خطه من قبل الاجهزه الرقابيه سواء اجهزه الوزاره او مباحث التموين والتجاره الداخليه او حمايه المستهلك بالتواجد على الارض تباعا. ما يقدرش انك انت تغطي هذه الكميه يوميا. صحيح. انما المواطن، وانا بعول على المواطن حقيقه، والحقيقه لقينا اكثر من بلاغ من قبل المواطنين اليوم كويس. على ان هناك بعض المخابز لا تلتزم بهذا الامر، وانت عارف هناك يعني غرامات وهناك اجراءات تصل الى الحبس فيما من يخالف هذا التوجيه، يعني غرامات تصل الى 2 مليون جنيه مع غلق المخبز. وهناك يعني التلاعب كان فين دكتور ابراهيم، في الاوزان ولا في الاسعار؟ عشان اكون امين، في الاثنين. الاثنين. لكن بص حضرتك، الموضوع لسه ما زال في بدايته، يعني لم يتعدى يوم بس واحد. لما تاخد اجراءات رادعه الكل يبقى عارف ان انت جاد في الاجراءات. بطمن حضرتك وفي الساده المشاهدين ان هناك توجيهات الحقيقه بان يكون هناك اجراء رادع لمن يخالف هذا الامر. ليه؟ يعني لسبب ان الاسعار انخفضت في مكونات المنتج. فبالتالي مراكز التكلفه للمنتج انخفضت. فبالتالي يجب ان يحدث انخفاضات في هذه الاسعار لهذه السلع. نعم. فيعني وخلي بال حضرتك، يعني لما تم التوافق عليه مع شعبه المخابز بيبقى فيه يعني مراجعات على مدى كل 3 شهور لمدخلات الانتاج والاسعار وخلافه. فالحقيقه انا شايف من الاسعار اللي تم التوافق عليها هي مرضيه تماما لاصحاب المخابز. ومن يتقول ان يقول ان السولار زاد والغاز زاد واجره العامل زادت، ده كله لو حطيته في منظومه مدخلات التكلفه الحقيقه مقارنه بمراكز التكلفه للسلعه الاساسيه او الاستراتيجيه اللي هي القمح او الدقيق، هنلاقي لا، يجب ان يكون هناك انخفاض في هذه السلعه يصل الى 35 و40%. دكتور ابراهيم، ما تابعته ازاي امبارح بنشيد باهلنا في بورسعيد مقاطعه السمك؟ تابعتوا ازاي هذه المبادره الشعبيه حمله مقاطعه السمك بسبب ارتفاع اسعاره؟ تابعتوها ازاي كوزاره التموين؟ المواطن